السوشيال ميديا سألتوني كتير جدا جدا جدا. كل يوم سبت وحد من الساعة 5 للساعة 6 هكون معاكم على الهوا، والإعادة هتكون الساعة 12 بالليل. خلونا نبدأ على طول ونصايح أمينة. والنصايح النهاردة نصايح بسيطة جدا لكن مهمة جدا. ستات كتيرة جدا بتعتني ببشرتها، لكن دايما بتتكلمني وتقولي النتائج مش مرضية، ليه بشرتي كده مش حلو مع إني جايبة منتجات كتيرة ومنتجات كويسة. أنا هقول لكم على شوية تيبس وحاجات ملهاش دعوة خالص بالكريمات، حاجات أنتوا بتنسوها وهي دي اللي تأذي بشرتكم. أول حاجة شرب القهوة كتير. لما بتشربي قهوة 5 و6 فناجيل في اليوم، اللي بيحصل إن هي أنتي بتاخدي من المية اللي في جسمك، فبالتالي مش بتعوضيها، فبالتالي بيطلع تجاعيد. ساعات اللي بتقعدوها في الدش بالمية السخنة بتاخد من المرطبات اللي في جسمك، فبالتالي البشرة بتجف، فبالتالي برضو ممكن يؤدي لجفاف وتجاعيد. منتجات الشعر اللي انتوا بتحطوها على شعركوا بعد ساعات بتكون مفيدة جدا، زي السيرم او الزيوت، غصب عنكوا بتنزل على البشرة بعد ساعات، فلما بتنزل على البشرة بتسبب فسفيس وحبوب، فالحاجات دي تاخدوا بالكم منها. الأملاح الكتيرة اللي في الأكل، السكريات الكتيرة في الأكل بتأثر جدا على الكولاجين، وبرضو الأملاح بتمتص مية كتير من الجسم وانتوا مش بتعوضوها. حاجة تانية برضو إزالة الشعر المستديم من البشرة. الناس بتفكر دي نظافة دي حلاوة، أي حاجة بتكتري منها بتتقلب ضدك، فخلي بالكم من الموضوع. نظارات الشمس اللي بتلبسوها طبعا بنحمي بيها عينينا، ودي حاجه مهمه قوي، لكن اوقات كتيره جدا بيكون عليها رواسب من الميك اب، وده برضو بيأذي البشره. عدم تغيير المستمر الاكياس المخده، يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تغيروا ما تغيروش الملايه، لكن كيس المخده ده عايزه اقول لكم، مش هقول لكم يوم بعد يوم، بس كل يومين ثلاثه، خصوصا الناس اللي بتبقى حاطه سبراي في شعرها والحاجات دي، كل الحاجات دي بتأذي البشره. التكييفات اللي بنقعد فيها بساعات وساعات جفاف للبشرة. كترة التكشيرة اللي احنا بنقعد نعملها بتطلع لنا 111، كترة الدعك في العيون بتطلع لنا تجاعيد. عدم لعب الرياضة ونطلع السموم اللي من جسمنا، ان احنا بنحط ايدنا كل شوية على وشنا، ما بفهمش ليه، وايدنا كلها ما بتبقاش نظيفة. وطبعا الموبايل اللي طول النهار مش على ودننا، لا على خدنا، وكله بيبقى حاجات مش نظيفة. في تبس كتيرة وحاجات تانية هبقى اتكلم معاكم فيها، بس كل الحاجات دي صدقوني بتأذي البشرة، بس احنا مش بنفكر فيها. عايزين بشرة جميلة لازم نفكر في كل حاجة، الى جانب اكيد استخدام الروتين اليومي بتاعنا. فاصل ونرجع لكم تاني على طول.